بيقولوا ان كل فصيلة دم ليها رجيم معين، وفي فصائل بتتعب من انواع اكل معين وفصائل لا. ده صح ولا غلط؟ اللي هنعرفه من دكتور ولاء. البلاد تايب دايت على فكرة ده حاجة يعني من فترة كبيرة، ويعني مضتها ما اشتغلتش كتير، بس هو له ساينتفك بيز، له قاعدة علمية. هنبتدي بايه؟ بيقولوا كده يعني اول ما بدأنا هو الايه ده نباتي بحت، يعني اول ما نزل ادم وحواء من الكلو من الشجره، يعني الموضوع نباتي في الاول. نزلوا بقى تحت في الارض اي بي، بدا يحصل ميكس اللي هو الميكس ما بين الفصائل، ودخلنا بقى الاكل بتاع اللحوم مع الشغل النباتي. الاو ده بروتين بحت، يعني بداوا ياكلوا في بعض وطلعت الحيوانات فبقى في او اللي هو البروتين البحت. طبعا الكلام ده له تحاليل، وممكن تلاقي فصائل فصيله ايه مثلا وتميل الى شويه الى اللحوم، يعني هي مش قاعده، لكن بالاغلبيه بيظهر الموضوع دوت. ده المختصر بتاعها. ليها تحليل براز وتحليل دم الحقيقه علشان نقدر نحدد دايت الفصائل. طبعا انا بقولها ببساطه، لكن بيبقى في نظام غذائي سبيسيفيك بنعمل التحاليل دي، وبعدين نبتدي ندي النظام الغذائي على حسب. هقول لكم كمان كل فصيله، يعني احنا لما بنقول ايه، احنا نباتيين، يعني خضروات فاكهه سلطه، كل ما هو بيطلع من الارض احنا بناكله وبيبقى صحي جدا لهذه الفصيله. يعني الصحي ليها ايه؟ هو ان هي تمشي نباتيه. بالنسبه لاي وبي الاثنين دول بيبقى ميكس، بيبقى الاثنين مع بعض نسبة وتناسب، وده برضو اللي بيحكم بنميل لده اكتر او بنميل لده اكتر التحاليل. او بروتينات ولحوم، دول بيميلوا للبروتينات واللحوم اكتر حاجة.